الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبير إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أيها المسلمون عباد الله تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام والصالحات من الأعمال وعاد علينا وعليكم وعلى أمتنا هذه الأيام بالخير واليمن والبركة بغاة الخير يا من وفقتم لرمضان فصمتم وقمتم وتهجدتم وتلوتم القرآن وحرصتم على السنة وبذلتم من أموالكم ووصلتم مع أرحامكم وأديتم كمًا كبيرًا من الطاعات والقربات من المفروض أنكم تخرجتم بفضل الله تبارك وتعالى بتقوى الله التي هي الأمل بعد الله عز وجل في تحقيق النصر والتمكين لدين الله تبارك وتعالى فسيروا بغاة الخير على نحو شخصية رمضان كما أمر صلى الله عليه وسلم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين وكما وجه صلى الله عليه وسلم وإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب فهكذا رب رمضان هو رب شوال وسائر الأشهر سيروا على بركة الله مستعينين بالله نعم وبصحبة الخير والتقى والصلاح والورع مع الحذر من شياطين الإنس والجن مع الحذر من الدنيا والشهوات الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد أيها الجمع الغفير أيها الجمع الطيب الذي نحسبه خرج لتوه نعم من رمضان أكثر قربا من الله عز وجل الله الله في مصر الله الله في مصر مصر مستهدفة مصر محاربة يمكر بها يكاد لها يضعون العراقيل والعقبات في طريقها ويفتعلون لها الأزمات لا يريدون لها أن تحقق التغيير يريدون أن يسقطوها أن تكون حرباً أهلية طائفية أو عرقية حتى يصلوا إلى تفتيتها وتقسيمها فالله الله يا أهل مصر الله الله يا خريج رمضان قوموا لله قومة مصر تنادي عليكم وتقول أبنائي وبناتي قوموا بدوركم فالمكر شديد والكيد كبير نخشى عباد الله
أن نكون قد دخلنا في بداية التيه. نعم، لأننا أعطينا الفرصة ولم نقوم باغتنامها كما ينبغي. فالحذر الحذر من التيه سيردنا إلى وراء وراء. ربنا تبارك وتعالى أخبرنا في سننه التي لا تحابي ولا تجامل أن الأمم، أن الشعوب إذا أعطت الفرصة لترتقي وتحقق التغيير وتدخل إلى التاريخ من أوسع أبوابه، ثم لم تقوم باغتنامها تقاعست، انشغلت نعم في حالها، ووقع بين أفرادها ما يقع عادة بين الأمم والشعوب حينما تكون بعيدة عن شرع الله. سحبت الفرصة، بل وكانت العقوبة، بل وكانت تيه. وليس الذي حدث لبني إسرائيل عنا ببعيد، عاشوا في الرق والعبودية سنين طوال، ثم أكرمهم المولى تبارك وتعالى ببعثة موسى وهارون، وكان مكان، وخرج ببني إسرائيل بعد صولات وجولات مع الفراعين. وكانت الآية، وكانت المعجزة، إن لمدركون، كلا إن معي ربي سيهدين، فقلنا اضرب بعصاك البحر، فكان الطريق الممهد، فمضوا في طريقهم، وأغرق فرعون وجنوده ليكون لمن خلفه آية نجب ببدنه. نعم، بعد أن عبروا الناحية الأخرى كانت هذه البشرى، بشرهم موسى عليه السلام أن الله تبارك وتعالى بالإضافة إلى هذه المعجزة كتب لهم الأرض المقدسة، أرض الرسل والرسالات، نعم أرض الشام، أرض فلسطين، فليذهبوا إليها ليحرروها من العماليق. فما كان إلا التقاعس، فما كان إلا تضيع الفرصة ليدخلوا التاريخ من أوسع أبوابه. قالوا تلك المقولة المعروفة، نعم اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. فكانت العقوبة، إنها محرمة عليهم، 40 سنة يتيهون في الأرض. فلا تأس على القوم الفاسقين، إي والله تاهوا في صحراء سيناء لمدة 40 سنة، لا قرار ولا استقرار ولا نماء ولا استثمار ولا زراعة ولا صناعة ولا أمن ولا أمان، نعم ولا أي شيء بالمرة، بل هلع وجزع وقلق وخوف واضطراب وارتباك، عقوبة من الله تبارك وتعالى. فلنأخذ الدرس ولنأخذ العبرة، لازلنا في البداية، عودوا من قريب حتى لا ندخل التيه ونرد إلى وراء وراء إلى الظلم والطغيان والفساد والإفساد. لازالت الفرصة سانحة، لذلك نقول من منطلق الشعور بالمسؤولية، من منطلق الشعور بالخطر، من منطلق الأمانة، حبا لمصر، لرقيها، نعم لمجدها، لعزها، لعلوها، لأمنها، لاستقرارها، لحقن دماء أبنائها جميعهم، نقول تعالوا جميعا إلى كلمة سواء، تعالوا جميعا إلى كلمة سواء، يتنازل بعضنا لبعض، يلين بعضنا لبعض، نتقدم خطى إلى الأمام لنقترب من بعضنا، فكلنا مسؤول، وكلنا مؤتمن، وكلنا مخطئ، وكلنا مقصر، ولابد أن نضع أيدينا في أيدي بعض، وإلا التيه ينتظرنا، والخطر ينتظرنا، فلابد أن نشرع، نعم ونتحرك لنتقابل على نقطة نتفق عليها عن طريق الحوار حتى نخرج بمصرنا من عنق الزجاجة. ولذلك باسمكم أيها الحضور الكريم، وباسمي وباسم دعوة التي يتشرف الانتماء إليها، أتوجه لجميع أطياف الشعب المصري بهذه الرسائل المهمة، اسمعوها لتنقلوها، لتؤكدوا عليها، لتدعوا للعمل بها وتفعيلها. وأبدأ بالإخوان المسلمين، بهذا الفصيل الإسلامي الكبير الذي قد نختلف معه ولكن يضرب بجذوره في المجتمع، نعم لا ينكر ذلك إلا جاحد ومكابر، لهذا الفصيل دوره في المجتمع، تعرض لضربات شديدة من أيام الملك مرورا بعبد الناصر والسادات ومبارك، وفي كل مرة كانوا يقولون أنه لن يقوم، وبفضل الله يقومون ويتحركون. نقول لهم، نعم نقول لهم من هذا المكان بحرمة هذا اليوم، نعم هذه الجولة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، الأيام دول، وخصوصا أنكم اعترفتم بأخطاء وقعت منكم، فعودوا من قريب، هذا أسلم لكم ولمصرنا، هذا أضمن لكم ولمصرنا.
تتنازلوا ولينوا والأيام دول. نعم، والتدافع لا زال موجودا بين الحق والباطل، ولكم في سنة النبي. نعم، الأسوة والمثال. رسول الله خرج للعمرة محرما، هو من معه من أصحابه أكثر من 1400 صحابي، خرجوا بملابس الإحرام يسوقون الهدي، وصلوا على مشارف الحرم. خرجت قريش، هذا كان قبل الفتح، وهاجت وتوعدت وتهددت، وكانت مباحثات وكانت محاورات وكانت جلسات. في النهاية كانت شروطا مشحفة في صلح الحديبية، لو نظرنا إليها بعين الاعتبار قد لا نقبلها، قد لا نتصورها، مدهشة، فيها إجحاف شديد. ولكن انظر إليها وتأمل فيها، أن ترجع هذا العام بينه وبين الحرم خطوات، ترجع ولا تعتمر على أن تأتي من العام القادم. من جاءك مسلما من قريش تسلمه لها، ومن جاء لقريش مرتدا عن دينك لا يسلم إليك. نعم، شروط مشحفة. هاج عمر، تأثر عمر، غضب عمر، اندهش عمر من هذه الشروط المشحفة، فجاء للنبي عليه السلام: يا رسول الله، ألسنا على الحق؟ قال: بلى. أليس على الباطل؟ قال: بلى. أليس قتلانا في الجنة؟ قال: بلى. أليس قتلهم في النار؟ قال: بلى. قال: إذن على ما نعطي الدنية في ديننا؟ على ما نعطي الدنية في ديننا؟ قال: يا عمر، إني رسول الله ولست بعصيه، وهو ناصري. لم يقتنع عمر للوهلة الأولى لهول المفاجأة. نعم، ذهب للصديق، قال نفس الكلام، فقاله نفس الكلام، ثم ضاف: والزم غرزه يا عمر، الزم غرزه يا عمر، إنه رسول الله ليس بعصيه وهو ناصره. انظر إلى هذه الشروط كيف أتت بالفتح بعد ذلك، وكيف كانت فتحا ونصرا للمسلمين. ما الذي حدث؟ رسول الله أعمل القواعد الشرعية، فقه الموازنات، فقه المآلات، فقه المصالح والمفاسد. نعم، فقه القدرة والعجز، خير الخيرين شر الشرين. نعم، أعمل وجوبي ارتكاب أدنى المفسدتين دفعا لأعلاهما لمصالح يعلم أنها ليست الجولة الأولى ولن تكون الأخيرة. فالأيام دول، ووافق ومضت وكان النصر. فأقول لكم إخواني، نحبكم في الله، مرروا هذا الموقف، فمصلحة مصر أولى، شرعية الحفاظ على دماء أبناء مصر وعلى استقرارها وأمنها أولى من شرعية الرئيس وأولى من أي شرعية أخرى. ضحوا وسترون فضلا عظيما. الحسن بن علي لكم فيه الأسوة، تنازل عن الخلافة العظمى لمعاوية حقنا لدماء المسلمين، فعيروه الذين اندفعوا بالعواطف والذين هم يتعصبون له، قالوا: يا عار المؤمنين، كيف تتنازل عن الخلافة العظمى لمعاوية مع الخلاف الذي بيننا وبينه؟ قال: العار خير من النار، العار خير من النار. عثمان رضي الله عنه وارضاه حصره الثوار. نعم، خوارج بغوا عليه، حصروه في بيته، هب الصحابة لنصرته لنجدته، وكانوا أولئك قلة. فتكلم فيهم: نعم، عزمت عليكم ألا ترفعوا سلاحا بسببي، ألا تراق نقطة دم بسببي، وضحى بنفسه على ألا يكون سببا لإراقة قطرة دم واحدة. عنده عبيد، عنده موالي، نعم عنده عبيد وقفوا بأسلحتهم ليدافعوا عنه. قال: من وضع سلاحه فهو حر لوجه الله، حتى لو رق دما بسببه. لكم الأسوة، لكم القدوة، فلا عليكم. والأيام دول، والجولات قادمة بإذن الله تبارك وتعالى. رسالتي للقوات المسلحة: ما هذا مكانكم؟ ما هذا دوركم؟ دوركم الحفاظ على الثغور، العمل على عودة المقدسات والهيبة والقوة للأمة بأسرها. أنتم تعلمون يا قواتنا المسلحة أنكم الجيش الوحيد القوي الباقي في منطقة الصراع في الشرق الأوسط، يقلق يهود، لذلك يمكرون ويكيدون لتغيير عقيدته. نعم، لتغيير عقيدته، لتفتيت وحدته، لإضعافه، ليصلوا إلى مخططاتهم. فالله الله في مصر يا قواتنا المسلحة، أنتم عندنا أكبر من ذلك وأعظم من ذلك، وأنتم خط أحمر على الجميع. أقول: أنتم للجميع وبالجميع، فكونوا على مسافة واحدة من الجميع. نعم، وأدوا دوركم الذي كلفتم به شرعا، فهو أعظم الأدوار وأجملها. وأرى أنه سيكون لكم دورا في المصالحة الوطنية. لينوا وتقاربوا وتحملوا واصبروا واثبتوا واحتسبوا، لأنكم نعم مستهدفون محاربون.
من شياطين الإنس والجن. أقول لكم من هذا المكان في هذا اليوم الطيب نصرة للدماء التي سالت من الطرفين، لابد من التحقيق في مذبحة الحرس الجمهوري ومعرفة الجناة وتقديم ذلك للشعب. وأحذركم يا من نحبهم وندافع عنهم ولا نرضى بتكفيرهم ولا باستباحة دمائهم بحال من الأحوال، أحذركم أن تفضل الاعتصامات بالقوة، ستسيل الدماء، تتعقد الأمور، تزداد المشاكل. قفوا لله وقفة وأدوا دوركم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. رجال الشرطة، وعندي أتحدث مع فريقين منهم، الأول الشرفاء وهم كثر والحمد لله، أقول لهم اتقوا الله في مصر وأدوا دوركم. أنتم تعلمون أن لا استثمار ولا نماء، لا استقرار ولا أمن ولا أمان إلا إذا عملتم بدوركم الذي أقسمتم عليه في اليمين. نحن سنتعاون معكم وبكل قوة سنبذل ما في وسعنا لتؤدوا دوركم أيها الشرفاء. نعم، من خلال معاني الحرية والحفاظ على الكرامة الإنسانية ودفع الظلم ونصرة المظلوم والإتيان له بحقه. أما الفريق الثاني الذي يعمل جاهدا لعودة الدولة البوليسية، لعودة القمع، لعودة أمن الدولة، لا والله، لا والله، لن نسمح لكم بالعودة إلى الوراء. اتقوا الله عز وجل. أما كفاكم ما صنعتم في التاريخ الأسود الذي سجله التاريخ وسجل عند الله من قبل ذلك، ولن ترحموا إلا إذا تبتم إلى الله عز وجل وعدتم ورددتم الحقوق ورددتم المظالم لأهلها. فعودوا من قريب، ستموتون، ستقبرون، ستبعثون، ستحشرون، ستعرضون على الله عز وجل. كفوا عنا، فجميع المصريين لن يرضوا بعودة القمع ولا الظلم ولا من الدولة من قريب ولا من بعيد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. القوى العلمانية للعلمانيين للليبراليين الذين كشروا عن يابهم، نعم صدعونا بالديمقراطية ثم لما راحت لغيرهم أكلوها كصنم العجوة وخرجوا علينا الآن يحاربوننا في هويتنا، في مواد شريعتنا لإقصائها وتغريبها وتغييبها. يزعمون أنهم على الإسلام، على الإيمان، على حب الله والرسول، على حب القرآن. نقول لهم لازلنا نعطيكم الفرصة، قد نصدقكم، لكن تعلمون أن الإسلام الذي تزعمون والإيمان الذي تدعون وحب القرآن الذي تقولون وحب الرسول الذي به نعم تتكلمون هو الذي أخبرنا في كتاب الله عز وجل، نعم، أن الله تبارك وتعالى خص نفسه بحق الحكم والتشريع. نعم، إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ربكم تبارك وتعالى أخبر في الكتاب الذي تدينون به كما تقولون أنه لا يشرك في حكمه أحدا، وأعلمنا أنه خير الحاكمين وأنه أحكم الحاكمين وأنه أعدل الحاكمين وأنه أعلم الحاكمين. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ربكم تبارك وتعالى لطيف بعباده، يعلم ما يصلحهم وما يضبطهم وما يدفعهم إلى الحق دفعا. أما علمتم أن الله تبارك وتعالى الذي به تؤمنون قد أمر نبيه أن يبين هذا للناس، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. نعم، ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. لابد أن تعلموا هذا جيدا ونحكم بينهم بما أنزل الله، ولا تتبع أهواءهم، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. انظر، هذا قيل لرسوله: أما علمتم خبر بني إسرائيل في القرآن حينما أنزلت فيهم التوراة وحينما أنزل فيهم الإنجيل، وأمر أن يتحاكموا إليهما فلم يتحاكموا، قدموا الشهوات، قدموا الأهواء، قدموا زبالة أفكار البشر، فوصموا بالكفر والظلم والفسق. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. ربكم تبارك وتعالى
تكلم بوضوح وبجلاء عن أناس زعموا الإسلام وزعموا الإيمان وزعموا الطاعة لرسول الله، ولكن لما دعوا ليتحكموا لشرع الله تمردوا وتراجعوا وصدوا عن سبيل الله. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. انظروا إلى صنيع هؤلاء وسموا بالنفاق والعياذ بالله تعالى، إلى أن قال عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال في سورة النور ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون ويكون لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. ثم عرض المعيار إنما كان قول المؤمنين إذا كنتم منهم يعني إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. نعم يا معاشر العلمانيين يا معاشر الليبراليين بعد هذا البيان الواضح المبين أما أنا لكم أن ترجعوا وأن تكفوا عن مشاقة الله ومحادته ورسوله صلى الله عليه وسلم. اعلموا جيدا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. نحن وأنتم نعلم جيدا أن الذي ينفق على هذه الحملات تشويه الشريعة تغييبها تقديم العلمانية والليبرالية عليها هم الكفار هم أعداء هذا الدين. نحن وأنتم نعلم جيدا ونقول لكم لازلنا نحسبكم علينا عودوا من قريب. إن الذين ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون سيغلبون بعد أن يتحسرون. فعودوا من قريب واحذروا أن تهاجموا الشريعة ومواد الهوية. فمصر إسلامية شئتم أم أبيتم أن شعب مصر بجميع طوائفه يعتز بدينه وبانتمائه ويتشرف بذلك. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. رسالة إلى أقباط مصر إلى شركائنا في الوطن أخاطب العقلاء منهم ما لكم تعديتم الحد واشتراتم على شريعتنا تتكلمون في مواد هويتنا في الدستور لتنحيتها وإبعادها لماذا تصنعون ذلك؟ ما زلنا إلى هذه اللحظة نتقي الله فيكم نؤدي لكم الحقوق والواجبات التي ضمنتها الشريعة لكم لم نكرهكم على ترك ما تعتقدون فلا إكراه عندنا في الدين. رضينا ووافقنا لما طلبتم التحاكم لشريعتكم في أحوالكم الشخصية قلنا هذا حق لهم ووقفنا معكم. إذن لماذا تحاولون أن تكرهوا المصريين على تنحية شريعتهم واستبدالها بزبالات أفكار البشر؟ تعقدون المؤتمرات تطوفون البلاد تنفقون الأموال والجهود هذا لعب بالنار. نعم الشريعة ولن تأخذوا حقوقكم كاملة إلا في ظل الشريعة. أفيقوا من غفلتكم يا شركاء الوطن وعودوا من قريب أيدينا ممدودة مدوا أيديكم نتعاون جميعا للخروج بمصر من أزمتها لتدور عجلة الإنتاج ليكون الأمن والأمان. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أيها المسلمون عباد الله رسالتي هذه للذين ينتمون للجماعات الإسلامية على اختلاف توجهاتهم أتوجه إليهم بهذا النداء. لقد تبنيتم الفترة الأخيرة خطابا فيه من العنف فيه من التكفير فيه من التفسيق
فيه من الترهيب، فيه من التخويف. استعديتم الدنيا علينا، لقد قمتم بعمل غير مقبول ليخالف روح الشريعة، جوهر الشريعة، أصول الشريعة، فروع الشريعة. لقد استعديتم الدنيا علينا بهذا الخطاب. أين المعاني الشرعية؟ أين هذه الدروس التي في كتاب الله عز وجل؟ لما أرسل موسى وهارون إلى أكفر أهل الأرض، قول له قولا لينا، مع علمه تبارك وتعالى أنه لن يتذكر ولن يخشى. قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، لانفضوا من حولك. لما الفظاظة؟ لما الغلظة؟ وإن منكم لمنفرين. أين توجيهات النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما كان الرفق في شيء لا زانه، وما نزع من شيء لا شانه. إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على غيره، يعني من العنف. يا عائشة أرفقي، فإن الله تبارك وتعالى إذا أراد بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. واسمعوا هذا الدعاء وتأملوا فيه جيدا. اللهم، حديث النبي، اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليها فاشقق عليه، نعم، ومن رفق بها فارفق به. هكذا يدعو لمن رفق بأمته، ويدعو على من شق عليها. ومن هديه عليه الصلاة والسلام أنه ما خير بين أمرين إلا واختار أيسرهما. نعم، لا تضيق الخناق على الناس. في ديننا سعة، في ديننا فسحة بالضوابط الشرعية. اتقوا الله عز وجل. أنتم لم تفتشوا عن قلوب الناس، تتهمون هذا بالخيانة وذاك بالعمالة، وثالث تتهمونه بأشياء أخرى، وإن الله وإنا راجعون. أين التثبت؟ أين التثبت؟ نعم، أين السؤال عن الدوافع؟ ثم أين المقارنة بين حسنات المخطئ إن ثبت خطأه مع حسناته؟ لا شك أن هذا سيدفعنا إلى الأدب، إلى الالتزام. كذلكم رسالة وجهها عباد الله باسمكم أنتم أيضا لعموم الشعب المصري، للطبقة الكادحة المثقلة بالديون والهموم، الضحية على مر الأزمان التي مضت. هذه الطبقة الرابحة بالله تبارك وتعالى، التي هي ورقة ضغط مؤثرة ومغيرة بإذنه تبارك وتعالى، أقول لهم: قوموا من غفلتكم، إن مصركم التي تحبونها مستهدفة ومحاربة، إن شريعتكم التي تعتزون بها محاربة ومستهدفة، إن الهوية يعمل على طمسها. إن قمتم أنتم من منطلق الشعور بالمسؤولية فكلكم على ثغر من ثغور الإسلام، فليحذر كل منكم أن يؤتى الإسلام من قبله. ليس منا من ليس له دور، لا كبير ولا صغير ولا رجل ولا امرأة، كلنا له دور. فهذه الطبقة إن أدت دورها كما ينبغي حسمت بإذن الله تبارك وتعالى الخلاف، وحسمت الدفة، وحسمت الأمور، لأنها هي الغالبية العظمى من الشعب المصري الذي يعاني في حياته اليومية في معيشته. هؤلاء لو قاموا لله قوما يدافعون عن مصرهم، عن هويتهم، نعم، عن دينهم، لا كان أمرا آخر بإذن الله تبارك وتعالى. ومن خلالهم أوجه خطابا ورسالة إلى المثقفين بأكملهم، إلى الأطباء، إلى المحامين، إلى المدرسين، إلى الأساتذة، إلى العمال، إلى الفلاحين، نعم، إلى الحرفيين، إلى جميع أطياف الشعب. مصر مستهدفة، مصر محاربة، لابد أن تتكاتفوا، لابد أن تتعاونوا، لابد أن تجتمعوا لإنقاذها في هذه المرحلة الحرجة والعصيبة من صراعها مع الباطل. كذلك أوجه رسالة لقضاة مصر: أحزننا أن دخلتم في المعمعة، وأن دخلتم في السياسة، وأن سمحتم لمن يدخل في أوساطكم ليستقطب طرفا منكم على حساب طرف. أقول: أنتم أكبر من ذلك، حيدوا أنفسكم، أنتم الجميع من الجميع، طاردوا الفساد، طاردوا المفسدين، حققوا في القتل، حققوا في الخراب الذي جرى، حققوا في الجرائم التي ارتكبت، واكشفوا الحقائق للشعب، حكموا شرع الله في الناس. أنتم الأمل بعد الله عز وجل أن تستتب الأمور. كونوا يدا قوية حازمة حاسمة على المتعدين لحدودهم الشرعية والقانونية المتفق عليها. كذلك موجه رسالة منها هنا إلى الإعلام، إلى الإعلام. وما أدراكم ما الإعلام؟ تاريخ الإعلام المصري تاريخ سيء، نعم، في الحقبة الأخيرة
كان تاريخا أسودا بكل معاني الكلمة إن لم يتوب ويعود إلى الله تبارك وتعالى. أيام نظام الباد رسخوا له، رسخوا للظلم، للطغيان، للفساد، كانوا يشرقون وكانوا يغربون وكانوا يتلونون كالحرباء. نعم بكل وضوح وجلاء، لم نسمع منهم كلمة واحدة فيها نقد أو فيها نصيحة حقيقية أو توجيه. فجاءت الثورة فخرجوا علينا وأخذوا قسطا من الحريات لم يأخذوه، ولكن داسوا على كل الاعتبارات، سخروا الإعلام لتحطيم العقائد، لتخريب نعم الأخلاقيات، لنشر الفساد، لنشر الإباحية والفوضى. نعم يعملون لحسابات خاصة، لأجندات خاصة، عملاء للغرب أو للشرق. نقول لهؤلاء توبوا إلى الله تبارك وتعالى وعودوا من قريب، وعودوا من قريب، فمسؤولية الكلمة نعم لها أثر مدون في الدنيا وكذلك في الآخرة. عودوا إلى الله تبارك وتعالى وأدوا دوركم بمهنية وبشفافية وبأمانة كاملة، وتعاملوا مع الجميع نعم على مسافة واحدة، فلا تميلوا إلى طرف على حساب طرف. أين الأمانة؟ أين الإنصاف؟ أين المهنية؟ اتقوا الله تبارك وتعالى. رسالتي أيضا للبلطجية، قد تتعجبون للبلطجية، ليس منا بلطجي، البلطجي هذا مني ومنك، أخي وأخي، قريبي وقريبك، معنا شنا ما بينا. هؤلاء ضحية للنظام البائد، ضحية للقمع، للدولة البوليصية، للظلم، للطبقيات الفساد الذي كان، أجبروا على الانحراف، استعملوا في هذه الأحداث استعمالا سيئا، فقتلوا من قتلوا، وجرحوا من جرحوا، وخربوا ما خربوا، قطعوا الطرق، وأحدثوا الفزع والرعب والهلع، وروعوا الآمنين. من المسؤول؟ لابد أن نتكلم، لابد أن نتصارع حول صنيعة النظام السابق، لكن هذا أمر واقع. لابد أن نتعاون نحن جميعا، من أول العلماء والدعاة الله عز وجل يفتحون باب الأمل لهؤلاء. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. حدثوهم عن الرجل الذي قتل 100 نفس وتاب وقبل الله توبته. قولوا لهم إن التوبة تجب ما قبلها، وتم ذنبك من لا ذنب له. أنتم منا ونحن منكم، أنتم ضحية لنظام فاشي كان، نحن نفتح صدورنا لكم. لذلك أحمل المسؤولية للعلماء وللدعاة ولوزارة الصحة ولوزارة الداخلية وللقضاء وكذلك للقوى العاملة وللشؤون الاجتماعية وللجمعيات الخيرية ولأصحاب الأموال والمصانع والشركات، تعالوا نتعاون جميعا، نفتح صدورنا، بيوتنا، نفتح طاقة أمل لهؤلاء، لأننا إذا قمنا بحل مشاكل هؤلاء هم رقم صعب، نعم في المعادلة رقمهم جدا، استعملوا استعمالا سيئا بطريقة بشعة تعرفونها. ندعو الله على من استعملهم أن يرينا فيه عجائب قدرته، وندعوهم للعود الحميد. وأنا من مكاني هذا أقولها بوضوح وبصراحة، مقرات الدعوة السلفية وحزبها وجمعيات الخيرية مفتوحة لأمثال هؤلاء، من تعرفونه وأتون به، سنتعاون مع كل الجهات التي سألناها، نبحث له عن فرصة عمل، عن فرصة علاج، عن فرصة استقرار، نفتح له طاقة أمل ليؤدي دوره في المجتمع. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. رسالتي لأبناء الدعوة الذين يتأذون من الهجوم الشديد عليهم، لقد قيل فيهم ما قيل في شيوخهم في علمائهم، دعوا عنكم هذا، لستم أحسن حالا من الأنبياء ولا من الرسل، لقد قيل فيهم وفي أتباعهم ما قيل أكثر مما قيل فيكم، فلتصبروا ولتحتسبوا، هذه حسنات تهدى إليكم، حسنات تهدى إليكم، الاتهامات لم تكن فيكم، ربكم عليم يعلم ما في القلوب. أنتم لن ترضوا لا هؤلاء ولا هؤلاء، ارضوا الله أولا سيرضى هؤلاء وهؤلاء. نعم احتسبوا، لا تردوا على الإساءة بالإساءة، بل ردوا على الإساءة بالإحسان، ادفع بالتي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. لا تقلقوا، ربكم تبارك وتعالى بصير، يعلم ما في القلوب، إن عادوا إلينا فأيدينا ممدودة، وإن أصروا على اتهاماتهم قولوا لهم عند الله تجتمع الخصوم، نشكوكم إلى الله تبارك وتعالى، فإن عدتم عفونا
وإن أصررتم واستمررتم عند الله سنجتمع نحن وأنتم وسينقب عن قلوبنا وستنكشف الأمور وتتضح الحقائق. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها المسلمون عباد الله، إذن ما المخرج من هذه الفتنة؟ كيف نخرج من هذه الفتنة التي ألمت بنا؟ كيف نخرج من مصرنا بمصرنا من هذه الفتنة العظيمة؟ أولا نطالب الجميع، كل من ذكرنا ومن لم نذكر لضيق الوقت، أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى. بنو إسرائيل لما تاهوا في الأرض 40 سنة، ومات موسى ومات هارون وخلف يوشع النبي، قال لهم توبوا إلى الله من جرم الآباء والأجداد الذي أدخلكم في التيه، ستخرجون وتنتصرون وتدخلون التاريخ من أبوابه. فعلا تابوا وأنابوا وخرجوا هذه المرة من التيه، وحرروا المسجد الأقصى من العمليق، ودخلوا التاريخ من أوسع أبوابه. التوبة تجب ما قبلها، وتمن الذنب كمن لا ذنب له. أنتم تعرفون أن الذي أصابنا بعد الفرصة التي منحت لنا إنما من صنع أيدينا، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم. نعم، قل هو من عند أنفسكم. ثانيا، رسخوا الإيمان بالله واليوم الآخر في قلوبكم. نحتاج إلى تعمير قلوبنا بالإيمان. لماذا؟ لتنضبط، لتستقيم، لتسمع وتطيع، لتستحي، لتنكسر، ليعطي هذا الإيمان الطاقة التي تدفعه إلى التضحية، إلى البذل، إلى العمل، إلى الحرص على الخير بأنواعه، ويعطيها لجام تلجم به وتنضبط ظاهرا وباطنا. ثم ماذا؟ ثم فعلوا هذا الإيمان في أرض الواقع في صورة العمل الصالح بفرض وبنفله بإخلاص ومتابعة. إذا عملتم ذلك، أي فعلتم الإيمان في صورة العمل الصالح في أرض الواقع، أبشروا وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. لماذا؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا. نعم، ومن عمل صالحا من ذكر أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ورسول الله يقول لكم بادروا بالأعمال الصالحة فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح فيها الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، يمسي كافرا ويصبح مؤمنا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. كذلك أوصيكم ونفسي بالصبر. نعم، وكثرة الاحتمال. اصبروا على الطاعة، اصبروا عن المعصية، اصبروا على قضاء الله وقدره. فاصبر، إن وعد الله حق، ولا يستخفنك الذين لا يعلمون. فاصبر وما صبرك إلا بالله. نعم، اصبر وصابر ورابطوا، إن النصر مع الصبر. يا قوم استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. فاصبروا يا عباد الله، واعلموا أن هذه محنة، هذا ابتلاء، هذه فتنة سنخرج منها بإذن الله تبارك وتعالى. كذلكم لابد من التثبت والحذر من الشائعات التي تروج في أوساطنا. تثبتوا، إذا جاكم فاسق بنبأ فتبينوا، أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. تبينوا ولا تتبعوا الشائعات وتنقلوها وتحركوها، فهذا لا يليق بكم بحال من الأحوال. كذلكم أوصيكم بالتريث بالتؤدة، وأحذركم من العجلة والطيش في الحديث. في التؤدة السلامة، وفي العجلة الندامة. التؤدة خير في كل الأمور إلا في أمر الآخرة. فاصبروا وصابروا وكونوا على حلم وتؤدة. نعم، لا تندفعوا، لا تتسرعوا، لا تتعجلوا، وأصمتوا كثيرا، قللوا من الكلام، فما أخطر الكلام عند الفتن، كما في الأحاديث وقع الكلام، وقع اللسان أخطر من وقع السيف عند الفتن. فاحذروا، فاحذروا من الكلام، لأنكم قد ترتكبون ذنوبا ومعاص لا طاقة لكم بها. من صمت نجا، من كف لسانه ستر الله عورته، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هذه فتن القاعد فيها كما في الحديث ستكون فتنا، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. من استشرفتها استشرفت، والسعيد من نجي الفتن، ومن وجد معاذا أو ملاذا فليعوذ به، نعم، من هذه الفتن التي ألمت بنا. كذلكم عباد الله، أقول لكم مبشرا
نعم النصر لهذا الدين، النصر لهذا الدين، العاقبة لهذا الدين. فلا تيأسوا ولا تفقدوا الأمل، كونوا على ثقة ويقين أن العاقبة للمتقين، وأن الله تبارك وتعالى كما أخبرنا والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. كونوا على ثقة ويقين أن النصر لهذا الدين، نعم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، ولو كره المشركون، ولو كره المنافقون، ولو كرهت الدنيا بأسرها. هذا الدين سيظهر. نبينا صلى الله عليه وسلم في أحلك المواقف، في أصعب المواقف، كان عنده أمل. لما عاد من الطاف بعد أن أغلقت مكة تماما وما عاد مستجيب، واستقبلوه ذاك الاستقبال السيء، وأراد أن يدخل إلى مكة مرة أخرى، يبكي زيد: أتدخل عليهم يا رسول الله بعد أن أخرجوك؟ يبحثون عنك الآن ليقتلوك. فاستدار له: لا لا، بل استدار لكم أنتم الآن وللدنيا بأسرها لقيام الساعة. وقال: يا زيد، إن الله تبارك وتعالى جاعل مما ترى فرجا ومخرجا، إن الله تبارك وتعالى ناصر دينه ومظهر نبيه. فاطمئنوا يا عباد الله، وقت أن اجتمعت الأحزاب وتكالبت الدنيا، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. كان وقتها يبشر بفتح فارس وروم واليمن في ذاك الموقف العصيب. فابشروا، عودوا إلى الله، وأكثروا من الدعاء والتضرع، فربكم قدير وبالإجابة جدير، قادر على دحر أعداء الإسلام، على دحر أعداء الشريعة، قادر على التأليف بين قلوبنا، على جمع شملنا، على توحيد صفنا، على خروجنا من هذه الأزمة وتفريج كرباتنا جميعا. عودوا إلى العلماء، التفوا حول العلماء، لأن هذا من أعظم أسباب النجاة عند الفتن. قال ربكم تبارك وتعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. عودوا للعلماء، لا تتسرعوا في الحكم على المواقف والأحداث، فهذا يحتاج إلى رجوع إلى العلماء لإعمال القواعد الشرعية، فقه المصالح والمفاسد، فقه القدرة والعجز، خير الخيرين وشر الشرين. العلماء يعرفون فقه الموازنات، فقه المآلات، كيف يتخذون القرار بعد دراسة وتمحيص. فالتفوا حول العلماء، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أكثروا من الدعاء والتضرع لإخوانكم في مشارق الأرض ومغاربها من المسلمين. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصر المسلمين في بورما، اللهم انصر المسلمين في سوريا، اللهم انصر المسلمين في فلسطين، في العراق، في أفغانستان، في الشيشان، في الصومال، في السودان. اللهم احفظ مصر بحفظك، اللهم احفظ مصر بحفظك، اللهم احفظ مصر بحفظك، اللهم اكفها يا ربي شر أعدائها. اللهم من أراد مصر بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد مصر بسوء فاشغله بنفسه يا رب العالمين. اللهم دبر لنا فإننا لا نحسن التدبير، اللهم دبر لنا فإننا لا نحسن التدبير. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، اللهم مسكنا الإسلام حتى نلقاك. عباد الله، عودوا من غير الطريق، لا تزوروا المقابر في هذا اليوم، صلوا أرحامكم، بروا جيرانكم، وسعوا على أهليكم في غير مخالفة شرعية. تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام والصالحات من الأعمال، واستعملنا وإياكم في نصرة دينه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. هدي الصحابة والسلام، خير القرون مكانة في الأمة، نحدو وإن قل اتباع وغيرنا، من كل مبتدع يزيد الكمّة.